مساء الخير. اليوم وصفة جديدة، وزي ما انتوا عارفين ان احنا كل سنة بنعمل الكبة، سواء الكبة اللي بتتقلي او الكبة الصينية، بس انا كل سنة بكتشف وصفة او تركات جديدة في الكبة. فالسنة دي قررت انه اعمل الكبة على طريقة حبيبتنا ام طلال. ام طلال يعني وفت وكفت وقالت كل اسرار الكبة، سواء الصينية او العادية، ومشيت وكانت يعني بصراحة متعاونة جدا، وكلمتني وادتني كل أسرار التحويجة المظبوطة حسب ما بيعملوها في بيتهم. فخلونا نتكلم على أول حاجة اللي هي تحويجة الكبة. هي البهارات الأساسية اللي بنتبل بيها الهبرة والحشوة بتاعت الكبة، وأهم حاجة يعني تبقى بهارات فريش من عند العطار. فزي ما انتوا شايفين عندنا حاجات كتيرة قوي. انا في التحويجه دي حسب معلوماتي من ام طلال قالت لي عايزه الكباب الصيني مع الفلفل الاسود الحب، الكباب الصيني اللي هي البهار الحلو، وهنحتاج الكمون، هنحتاج الحبق الناشف، هنحتاج كمان البردقوش، وهنحتاج النعناع الناشف، هنحتاج عواد قرفه، جوز الطيب مطحونه، وكمان اللي هو القرنفل او المسمار، وهنحتاج كمان الورد او زير الورد او الورد المحمدي حسب ما كل واحد بيسميه، وعندنا قشر برتقال ناشف، واخر حاجه هنحتاجها هي شويه فلفل حار ناشف. او هبتدي دلوقتي احضر البهارات. عندي الكباب الصيني، هكتب لكم بالظبط النسب بالظبط كده تنزل على السكرين عشان ما ننساش حاجه. وعندي الفلفل الاسود. طبعا التحويجة لما بنعملها بكمية كبيرة، بس انا النهاردة بعمل اللي يكفيني في الوصفة. وعندي المسمار او اللي هو القرنفل، وعندي عواد القرفة، وعندي الكمون واللي هو اكبر نسبة ومهم جدا في البهارات بتاعت الكبة او تحويجة الكبة. زي ما قلت كل ما جبنا الحاجات دي من عند العطار كل ما كان احسن وبتيجي فريش. نحط كمان شويه حر، بس ما تكتروش عشان ما تبقاش حراقه قوي. وهنبتدي دلوقتي نضيف الاعشاب. الاعشاب عندي النعناع زي ما قلت، نعناع اخضر، وعندي المردقوش، حلو كمان ان انتم ممكن تخلطوا كل الحاجات دي مع بعض خصوصا لو كانت كميات، وتنزلوا بيها تطحنوها على دفعات. وعندي الحبق، اللي ما عندوش حبق ناشف ممكن يستخدم الريحان. وعندي كمان الورد المحمدي، وبعدين بضيف جوز الطيب، واخيرا شوية من البرتقال الناشف. وهبتدي دلوقتي اطحن التحويجه دي مع بعض في مطحنه البهارات. بسم الله. انا متخيله الريحه ولو اني شمها من دلوقتي. دي تحويجه الكبه. هنزل بالزيت اللي بنكهه البصل. اول حاجه هبتدي اعملها ان انا احضر حشوه الكبه. الحشوة بحب أحضرها من الأول عشان خاطر تبرد على جنب لحد ما أعمل العجينة. فخلونا نبتدي نعمل حشوة الكبة. هجيب لها زيت زيتون، بس أتكلم الأول عن زيت الزيتون. أنا في الوصفة دي هستخدم زيت زيتون، بس مش زيت زيتون عادي. خلونا الأول نتكلم على حاجة أنا لفتت انتباهي في مصر، سيناوي، منتجات جميلة عضوية مصنوعة في مصر. آخر مرة لما كنت في مصر جبت منها حاجات كتير زي دقة الزعتر والزيتون والهريسة، وفي كمان زيت زيتون عجبني قوي بنكهة البصل، يعني في بصل كده متنشف ومحطوط تحت كده بالشكل ده، هو ده زيت زيتون اللي انا جبته. وجبت واحد كمان بالروزماري. فانا في الوصفة بتاعت النهاردة هستخدم اللي بالبصل عشان فعليا ريحته. وهضيف عليه دلوقتي الصنوبر. انا بحب الاول احط الصنوبر يتحمر، لانه كده الزيت بياخد من نكهة الصنوبر. بعد كده لما بشيل الصنوبر بعد تحميره بكمل الحشوة، وهي واخدة الفليفر بتاع الصنوبر الريدي في الزيت. والزيت بنكهة البصل خرافي بصراحة. برافو سيناوي. وهستنى عليه يتحمر. احنا مجرد ما الصنوبر بياخد بس لون خفيف بنشيله،
خلوا بالكو انه مش كويس ان احنا نحمر الصنوبر او المكسرات عموما لحد اللون الغامق، اولا لانها يعني مش يعني بتبقى مره، الطعم بيمرر لما بتتحرق. ثانيا انه احنا ساعات بنشوفها هنا لونها ذهبي فاتح، بس هي بتفضل شايله الحراره فتره طويله وبتكمل احمرار بره الطبق، يعني بره في الطبق، فده يعني يدوبك نشوفها كده هتلاقوها بعد شويه بقت جولد، لكن لو سبتوها لحد ما تحمر قوي هنا على ما تخرجوها هتبقى لونها اسود. تمام. هجيب دلوقتي حبه بصل كبيره مفرومه ناعم، على الريحة، ريحة الصنوبر، على ريحة البصل اللي في الزيت الريدي، يعني روعة. مجرد ما البصل يتشوح شوية هروح نزلة باللحمة. اللحمة بتاعت الكبة أو هي الحشوة الكبة مختلفة عن اللحمة بتاعت العجينة نفسها أو الهبرة، فأنا دي بستخدم اللي هي فيها شوية دهن. عند الجزار قولي له عايزه مثلا 20% دهن و80% لحمه، فهو بيديكي كده، لان كل ما كانت الحشوه ملبسه كل ما كانت العصاره او السوائل اللي فيها بتبقى حلوه قوي، لكن عكس العجينه الثانيه بتبقى كلها هبره عشان ما تفكش منا العجينه بتاعه الكبه لما يبقى فيها دهن. فدي الملبسه او اللحمه الملبسه بنستخدمها للحشوه. انا هنا مستخدمه حوالي 400 جرام لان الصينيه صغيره، وهبتدي اعصجها مع البصل. هنيجي دلوقتي نعمل عجينه الكبه. عجينه الكبه هحتاج لها لحمه هبره او اللي هي اللحمه خاليه من الدسم، يعني روحوا للجزار قولوا له ادينا لحمه خاليه من الدسم ما فيهاش دهن. ونروح حاطين حوالي كيلو من اللحمه المفرومه اهو بالشكل ده، وهضيف عليها البرغل. بس خلونا نتكلم على البرغل. في وصفة الكبة الناس بتستخدم سواء البرغل الأحمر أو الأبيض، أنا الصراحة بحب الأبيض، الأبيض الناعم طبعا أو الأحمر الناعم، بس أهم شيء إن احنا ننقعه قبلها بحوالي ربع ساعة وبعدين نعصره كويس قوي، يعني دايما بناخده كده نعصره كويس قوي بين الإيد عشان ما ينزلش أبدا أبدا أي سوائل في الكبة. فأنا عندي هنا نص كيلو من البرغل المنقوع والمتصفي. بعد ما بتتعصق اللحمة بروح ضيفة مكون سحري أخدته من أم طلال الله يمسيها بالخير، هو الزرشك أو اللي هو الزبيب الإيراني. ده بيبقى عبارة عن كرامبري أو مش عارفة اسمه بالعربي، الفاكهة دي بيجففوها وبيبقى لونها محمر كده، بيبقى فيها حموضة كده لذيذة. هضيف حوالي حفنتين كده للحشوة. مش بقول لكم أنا السنة دي الكبة عندي غير، لانه واخدها من الاستاذه. وبعدين هضيف الصنوبر اللي انا كنت محمراه من الاول، شفتوا احنا طلعناه خفيف بعد ما برد يدوبك وصل للون الممتاز. عشان كده دايما بقول لكم ما تحمروش او ما تدخلوش بقلب جامد في التحمير بتاع المكسرات، لان هي بتكمل بره لانه بتفضل سخنه فتره طويله. ممكن كمان تحطوا عين الجمل والزبيب بالنسبة للناس اللي مش أو اللي ما عندهاش الصنوبر مع الزرشك، ممكن نحط عين جمل مع الزبيب. وآخر حاجة بضيفها قبل ما أقفل على الحشوة إن أنا بديها شوية زيت زيتون واطفي النار على طول عشان خاطر تفضل يعني ما تبقاش ناشفة، تبقى جوسي كده وجميلة. وطبعا الزيت بنكهة البصل هو ده عز المطلوب. وخلاص هطفي النار كده، الحشوة بتاعتي جهزت. هضيف البرغل. تمام. كل كيلو لحمة بيحتاج حوالي تقريبا نص كيلو من البرغل. في ناس تحب تكتر البرغل عن كده، بس انا بشوف ان كده النسب متمشية مع بعض. وهحط عليهم بصلة كبيرة متقطعة ارباع، وهبتدي اخلط المكونات دي مع بعض واخدها للعجانة تتفرم. ما عندكوش المفرمه بتاعت اللحمه او العجانه مثلا، ممكن تفرموها في الفود بروسيسور تنعم بس. ولو مثلا ما عندكوش الاوبشن بتاع العجانه يستحسن تقولوا للجزار ان هو يفرم لكم اللحمه ناعم قوي مره واثنين وثلاثه، بحيث ان هي تساعدكم ساعه الفرم في الفود بروسيسور يا دوبك البرغل يتنين. هبتدي دلوقتي اطحن اللحمه او العجينه بتاعت الكبه، ودايما خلوا جنبكم
أو خلونا نتكلم قبل الصوت، دايما خلوا جنبكوا إزازة من المية الساقعة أو كوباية على الأقل عشان تبلوا إيديكوا تدخلوا بيها اللحمة وتسقوا بيها اللحمة عشان خاطر ما تبقاش ناشفة، ده بيساعد عجينة الكبة إنها تبقى ممتازة. هجيب تاني وابتدي أشغل وأطحن. دايما الكبيبة او الكبة عجينة الكبة عموما بنعمل لها وشين ثلاثة عشان خاطر تنعم، زي ما قلت مش عايزين تعملوا البروسيس ده او العملية دي، ممكن تخلوا الجزار يتحلكوا النعمة او اللحمة كذا مرة، مرة واثنين وثلاثة، وفي الاخر تجيبوها مع البرغل المنقوع وتضربوها في الفود بروسيسور بتنعم بسرعة. بس انا بحب اعمل الكبة على ايدي كده في البيت بالمكنة، ودايما واحنا ماشيين بندخل شوية من العجينة وبعدين بنجيب شوية من المية ونسقيها بالشكل ده. المية الباردة طبعا يستحسن تكون متلجة، ونطحن. دلوقتي بعد ما عملنا العجينة نعمت بالشكل ده وكل حاجة بقت تمام، هبتدي احط لها بقى حوالي معلقتين كبار من التحويجة اللي احنا عملناها. بتحتاج بهارات، وهحط كمان شوية فلفل اسود زيادة حوالي ربع معلقة بس، لان اوريدي انا محطوط عندي في التحويجة، وهحط معلقتين صغيرين من الملح، وهبتدي اعجن الحاجات دي مع بعض لحد ما تندمج، واكمل باقي الوصفة. هقسم او قسمت العجينه بتاعت الكوبيبه على اتنين، وهجيب ورقتين زبده او ورق بلاستيك زي ما انتم عايزين، بس انا بحس ان الزبده بيريحني اكتر، وهبتدي افرد كل قرص على قد الصينيه بتاعتي. تمام، عايزه افردها كويس قوي بحيث كل الاطراف تبقى متساويه مع بعض. يعني عايزه اوريكم بس بيبقى شكلها عامل ازاي وانتوا ماشيين بتفردوا لحد ما تساووا كل الاطراف مع النص، عشان ما يبقاش فيه حاجه قبه وحاجه رفيعه وحاجه تخينه وكده. يعني واحنا ماشيين بعد ما فردتها بالشكل ده، هشيل الورق الزبده وهجيب الصينيه بتاعت الفرن. الصينيه يعني انا بحب ان انا ادهنها الاول بزيت زيتون شويه بس. تمام، ادهنوا من الاطراف كمان عشان خاطر هنقفل الكبة، وهجيب بس كده واقلب العجينة دي. تمام، انا كده غلفت كل الصينية بما فيها الجوانب اهو. هتأكد الأول إن أنا مبطنة الصينية كويس، وبعدين أبتدي أقطع الزيادات بتاعت الكبة. أظن كده هجيب دلوقتي الحشوة. الحشوة بردت، وقلتلكم مهم جدا إن احنا نبرد الحشوة بتاعت الكبيبة أو الكبة، سواء كانت صينية أو سواء كانت الكبة العادية، لأنها بتخلي الكبة تفك. يعني الحشوة مهما نحكيلكوا عن ريحتها، خصوصا موضوع الزرشك ده، رهيب رهيب رهيب. ممتاز، وهوزعها، وهجيب الجزء التاني من العجينة هفرده بنفس الطريقة عشان اقدر اغطي بيه بسهولة الكبة بتاعتي، ونروح لطريقة التقطيع الحلوة بتاعت الكبة. هجيب دلوقتي الشق التاني من العجينة، وبالهداوة هنزل بيه كده على الصينية من فوق. هتأكد انه مغطي. هي الطريقة دي لو فضل معاكو يعني بيفضل منها الجوانب دايما بتاعت الكبة، بس انا بعملها في الوقت نفسه اللي انا بكون بعمل فيه الكبب او الكبة الصغيرة بتاعت الفطار دي المقلية،
فباخد اللي فاضل من العجينة اعمل بيه الكباب الصغيرة. بس عموما يعني الكبة انا نصيحتي ان انتوا لما تقوموا تعملوا الكبة المقلية اعملوا في نفس الوقت صينية كده دخلوها للفريزر عشان تبقوا ايه غلبة بغلبة. اتأكد بس ان كل حاجة مظبوطة واتلزقت مع بعض. وهنبتدي دلوقتي نقطع. شوفوا محلاها. هنبتدي دلوقتي نعمل التقطيع. التقطيع بتاع الصينية الفسيفساء الجميل. بنعمل دايما خط في النص. بعدين خط في النص الثاني. نقطعها زي البيتزا يعني. بعدين كده. انا بصيت شمالي كده عوجتها شوية بس نوري تظبط. انا بصور وبخلي بالي من اللي انا بعمله برضو. بعدين هبتدي دلوقتي اعمل هنا كده والناحية دي كده. بعدين نحودها تاني ونعمل زي اللي عملناه في اللي فات كده وكده. بعدين تاني الناحية التانية كده وكده. وبعدين آخر ناحية كده. بعد ما عملنا كده هبتدي دلوقتي اعمل العكس. اخد الناحية دي واعمل كده وهي هتبتدي تشكل العلامات بتاعت الكب. وكده وكده. تاني الناحية التانية كده 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 وكده. المطبخ العربي مش بس طعمه حلو، كمان الأشكال اللي بتعملها أمهاتنا للتزيين ممتازة بصراحة. كنت كده تمام اهو كده. دي محتاجه واحده كده. وبعدين نعيد تاني واخر جزء معانا هو ده. ممتاز جدا. اللي فاضل دلوقتي بعد ما قطعتها ان انا اعمل حفرة بصباعي هنا في النص عشان لو في اي سوائل زيادة في الحشوة في عجينة الكبة تطلع، وكمان الكبة بتاعتنا ما تقبش. وهجيب دلوقتي نفس الزيت اللي انا عملت بيه الخلطة، هو نفسه اللي هعمل بيه الكبيبة من فوق، لانه زي ما قلت الكبيبة لما بديها زيت زيتون بتاخد يعني هي الكبة عموما بتحتاج الزيت زيتون، فالزيت زيتون بالنسبة لنا بينصفها اكتر من السمنة. واملى الحاجات دي بالشكل ده يعني املي الفرن ده وابتدي اوزع شويه على الكبه عشان تتحمر وما تبقاش ناشفه في الفرن. شوفوا شكلها عامل ازاي. وبكده انا عندي هنا ما تقطعش، عايزه اقطعها اهو. وبكده تكون الكبه بتاعتنا جاهزه انها تدخل الفرن على درجه حراره 200 لحد مثلا ما تقضي ربع ساعة، وبعد كده خلوها 220 لحد ما تقضي ربع ساعة، وبعد كده نوطي الحرارة 180 ونخليها تكمل لمدة مثلا 40 دقيقة. ده شكل الكبة بتاعتنا بعد ما بتخرج من الفرن. خلونا نفتح قطعتين او قطعة مع بعض متحمرة ريحتها حلوة تجنن. شفتوا؟ تسلم ايدي وتسلم ايد ام طلال وتسلم كل الشوام بصراحه اللي عاملين الوصفه دي. بصراحه الكبه تفضل وهتضل دايما المقبله او الحاجه الواو في رمضان. يلا هحفظ لكم الوصفه في الهايلايتس وكمان هتلاقوها بالاي جي تي في، واللي يطبق الكبه يبعت لي.